أما الكفار فإنهم رحلوا بعد أن استعدوا يطلبون ما وراء النهر. الآن صار عندهم دافع أن يتوجهوا باتجاه البلاد الإسلامية وإلى ما وراء النهر. فوصلوا إلى بخارى بعد 5 أشهر من وصول خوارزم شاه إليها، وحصروها وقاتلوها 3 أيام قتالا شديدا متتابعة، فلم يكن العسكر الخوارزمي بهم قوة، ففارقوا البلد عائدين إلى خراسان. لاحظ جبناء هزامون انهزموا أمام التتار. لماذا؟ لأن التربية تربية لصوص، التدريب تدريب على اللصوصية، تدريب على قتل النساء والأطفال كما يفعل الدواعش الآن. ففارقوا البلد عائدين إلى خراسان. التفت، لقد هربوا كما هرب إمامهم وخليفتهم خوارزم قبلهم، وكما مر علينا هروب العادل الأيوبي وباقي سلاطين دولتهم عند اشتداد النزال، وتركوا الناس المستضعفة إلى مصيرها المحتوم. يكمل، فلما أصبح أهل البلد وليس عندهم من العسكر أحد ضعفت نفوسهم، فأرسلوا القاضي وهو بدر الدين قاضي خان ليطلب الأمان للناس، فأعطوهم الأمان. وكان قد بقي من العسكر طائفة لم يمكنهم الهرب مع أصحابهم، فاعتصموا بالقلعة. فلما أجابهم جنكيز خان إلى الأمان فتحت أبواب المدينة يوم 3 رابع ذي الحجة من سنة 616 هجري. فدخل الكفار بخارى ولم يتعرضوا لأحد، بل قالوا لهم كل ما هو للسلطان عندكم من ذخيرة وغيره أخرجوه لنا وساعدونا على قتال من بالقلعة. وأظهروا عندهم العدل وحسن السيرة. ودخل جنكيز خان بنفسه وأحاط بالقلعة ونادى في البلد بأن لا يتخلف أحد، ومن تخلف قتل. فحضروا جميعهم، فأمرهم بطم الخندق فطموه بالأخشاب والتراب وغير ذلك، حتى أن الكفار كانوا يأخذون المنابر وربعات القرآن فيلقونها في الخندق، ثم تابعوا الزحف إلى القلعة وبها نحو 400 فارس من المسلمين، فبذلوا جهدهم ومنعوا القلعة 12 يوما. لاحظ، فقط 400 فارس منعوا القلعة 12 يوما، وعشرات الآلاف من جنود خوارزم هربوا، ومئات الآلاف مع خوارزم هرب بهم وهربوا معه. ثم تابعوا الزحف إلى القلعة وبها نحو 400 فارس من المسلمين، فبذلوا جهدهم ومنعوا القلعة 12 يوما يقاتلون جمع الكفار وأهل البلد، فقتل بعضهم ولم يزالوا كذلك حتى زحفوا إليهم. ووصل النقابون إلى سور القلعة فنقبوه، واشتد حينئذ القتال وباكرهم من الغد، فجدوا في القتال وقد تعب من بالقلعة ونصبوا، وجاءهم ما لا قبل لهم به، فقهرهم الكفار ودخلوا القلعة وقاتلهم المسلمون الذين فيها حتى قتلوا عن آخرهم. فلما فرغ من القلعة نادى أن يكتب له وجوه الناس ورؤساؤهم، ففعلوا ذلك. إذن كتبوا له أسماء الواجهات، الرؤساء، الزعماء، التجار، كبراء البلد، كتبوا الأسماء. يقول ففعلوا ذلك، فلما عرضوا عليه أمر بإحضارهم فحضروا، فقال أريد منكم النقرة التي باعكم خوارزم شاه، فإنها لي ومن أصحابي أخذت وهي عندكم. فأحضر كل من كان عنده شيء منها بين يديه، ثم أمرهم بالخروج من البلد. فخرجوا من البلد مجردين من أموالهم، ليس مع أحد منهم غير ثيابه التي عليه. أقول بالرغم من استكبار وإجرام جنكيز خان، لكنه لم يقتلهم كما قتل
خوارزم التجار التتار، وكما قتل رسول التتار الذي بعثوه إليه.